اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده في عش في الصخر ليكن مسكنك متينا وعشك موضوع في صخره اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن فكر الله من جهه البيت عشر حلقات جميله ممكن تبحث عنهم على موقع الكارما اتكلمنا كمان عن عشر حلقات رائعه عن انه بيوت دخلها المسيح في انجيل لوقا عشر بيوت دخلهم المسيح وكيف صنع المسيح تغييرا حقيقيا وجذريا في تلك البيوت واتكلمنا كمان عشر حلقات عن وصايا كتابيه للبيت المسيحي هنبدا مجموعه جديده عن بيوت ودروس هندخل بيوت في العهد القديم ونتعلم منها شويه دروس امور ايجابيه وامور سلبيه ازاي نتعلم من الايجابي وازاي نتحذر ونحترس من الامور السلبيه اول بيت عندنا في الحقيقه حابب ادخل معاكم بيت جميل هو بيت ابراهيم بيت أبونا إبراهيم ده موجود في تكوين 12 نبدأ مع بعض قصة إبراهيم يقول وقال الرب لإبراهيم اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أم عظيمة وأباركك وعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه وتتبارك في جميع قبائل الأرض فذهب إبراهيم كما قال له الرب وذهب معه لوط وكان إبراهيم ابن خمس وسبعين سنة لما خرج من حران رب جه لإبراهيم وابراهيم كان قلبه جميل وبيحب ربنا قوي الله اعلن نفسه رغم ان كل عيله ابراهيم كانوا ساكنين في ارض بعيده وبيعبدوا الهه وثنيه لكن الرب اختار ابراهيم لانه قلبه كان متجه وبيبحث عن الله جه كلمه اترك ارضك وعشيرتك وبيت ابيك اخرج الى الارض التي اريك ابراهيم و او ابراهيم وسراي قبل الرب ما يغير اسمهم يقول كده انه عمل زي ربنا ما قال له بيت ابراهيم وسارة ربنا قال له اترك ارضك وعشيرتك وبيت ابيك اترك يترك اذهب يذهب اطرد يطرد اذبح يذبح لكن اذا عايز تقول لي ايه يعني اول ما ميز بيت ابراهيم هو الطاعه من القلب للرب بيت جميل أول درس نتعلمه هو الطاعة بس الدرس الجميل إزاي نطيع ربنا ويكون عندنا يقول كده إبراهيم خرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب هو مش عارف هو رايح فين اللي سأله يا عم إبراهيم أنت رايح فين طب لما نحب نبعت لك جواب نبعته على فين يقول مش عارف طب لما نحب نزورك نزور فين مش عارف طب إيه شكل الأرض اللي أنت رايح مش عارف أمال أنت عارف إيه كل اللي عارفه هو قال لي اطلع وأنا سمعته مش واخد في ايده غير وعد من الرب انه يباركه ويجعله أمة عظيمه وراح ابراهيم وطلع معاه باباه تارح ومعاه لوط وجم في حران بس كمان ربنا كان داعي لارض كنعان جه في حران وقف وكان باباه معطل كبير ليه ورب خد تارح وابراهيم كمل الرحله بس يقول انه حدث في الارض جوع فانحضر ابراهيم الى مصر مرات كتير وقت الاحتياج يبقى عندنا انحدار انحدار شرط ربنا يا ابراهيم قبل ما تنزل قعدت انت وصار كده وصليت وربنا قال لك انزل وانا هبقى معاك قال وقت الجوع والاحتياج ده ما اقدرش اساله ياما مرات لما يبقى عندنا احتياجات مش بنقدر نقول لربنا يا رب احنا نعمل دي ولا نعمل دي مرات كتير في قرارات مصرية في سفر وفي هجره وفي زواج مش بناخد راي الرب رب يعلمنا من شخصية إبراهيم اوعى إيه تتحرك خطوة من غير ما تكون في مشيئته وسامع صوته حقيقة إبراهيم ربنا وعده أنه نسله يرث الأرض وأنه هيكون بركة إبراهيم كان سنه 75 سنة وسارة كان سنها 65 سنة بس استنوا ربنا يجي سنة 76 من عمر إبراهيم 78 80 85 ربنا لسه ما جاش ما حققش الوعد ابراهيم وصل 85 وصار 75 بس ساره كانت مستعجله قعدت مع ابراهيم قالت له يا ابراهيم ما وعد ونسي الا صدقيني يا ساره مش عارف طب يكونش وعد وتورط في الوعد قال لها برضه مش عارف قالت له طب ما تيجي ندى ربنا زقه نعمل ايه قالت له خد هاجر والولد اللي يجي يحسب ليا وليك سنه 86 من عمر ابراهيم جس اسماعيل معيل إيه. هيا يا ساره قالت ربنا ما كانش قادر يتم وعده منك كويس ان احنا ساعدناه وابراهيم عنده 99 سنه بعد 24 سنه من الوعد ربنا جاب معاه ملكين في تكوين 18 وعمل زياره لابراهيم واصلي ان الرب يزوركم زياره خاصه ويتمم مواعيده الصالحه لحياتكم وابراهيم عزم عليه وغسل رجليه وبعدين يعني الرب ومعاه ملكين وبعدين قال له فين ساره قال له قاعده في الخيمه قال له طب قول لساره اني ارجع نحو زمان الحياه ويكون لسارة امرأتك ابن عايز اصلي لاجل كل بيت بيسمعني لسه ربنا ما ولاد يفتقدكم بزيارة الهية زي ما افتقد ابراهيم انا جاي نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن طب ما تقول ويكون لابراهيم ابن قال لا ما هي لإبراهيم ممكن من هاجر من قطورة من اي زوجة تانية لكن مين اللي فقد الامل سارة سارة في الغالب لما نزلت مصر لقطت كم مثل من مصر من عندنا عندنا مثل مصري يقول لك هو بعد العيد بيعملوا كعك. قالت لك بعد فنائي يكون لتنعم وسيدي قد شاخ، عدى الوقت، حتى ابراهيم ساله قال له هل يولد لابن مائة سنه وبنت تسعين سنه؟ حقيقه انت جاي في وقت متاخر قوي. بس اتعلم من بيت ابراهيم ان الرب يعرف يتم مواعيده في وقته. انت وانت فانتظرها لانها تاتي اتيانا ولا تتاخر. عايز اصلي من بيت ابراهيم بدرس كبير لو انت وشريك حياتك واخدين مواعيد من الرب وعد عليها سنين هيجي الوقت وربنا هيتم مواعيده على حياتكم ربنا هيتم مواعيده ليكم الرب سأل إبراهيم وسارة لما ضحكت سارة في تكوين 18 عدد 14 سألهم سؤال نفسي حط تحدي قدامك أنت وشريكة حياتك أنت وشريك حياتك الرب سألهم قال لهم هل يستحيل على الرب شيء؟ عندك إجابة وعندك إجابة هل يستحيل على الرب شيء وراح الرب حط كلمة مفتاحية جميلة في الميعاد في الميعاد أنا نفسي أقولها بطريقة أفضل وأسهل في الميعاد لا يستحيل على الرب شيء أتعلم دروس من بيت إبراهيم أن الرب هيجي قد يبطئ لكنه لا يتأخر هو اللي قال أن الرب في وقته أسرع به هو هيجي في ساعة مظبوطة جدا ساعته ما بتأخرش ده الرب هو خالق الزمن فازاي هو هيتأخر أصلي ليك وليكي لو عندكم مواعيد خدتوها من سنين وانتوا قاعدين في محضر الله وعد عليها زمن انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب قول مع كاتب المزمور كده انه انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي يقول في شعياء إصحاح أربعين كده أنه منتظروه والرب يجددون قوة يرفعون أجنحة كالنصور يمشون ولا يتعبون يرقدون ولا يعيون مين يقول النهاردة علمنا انتظرك واستناك ونفسي أقول لك تعبير جميل بقوله كتير اوعى وانت منتظر الرب تزق الباب بكتفك اللي ورا الباب ده لأنه ما جاش وقته انت مش قديه او تنط من الشباك او تدي زق الربنا لربنا او تدور على معارف لكن اتعلم من بيت ابراهيم ازاي انتظر توقيته يقول لك كمان افتقد الرب ساره في تكوين 21 افتقد الرب ساره كما قال وفعل الرب لساره كما تكلم فحبلت ولدت ابنا لابراهيم في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الرب عنه وسموه اسحاق ومعنى كلمة إسحاق يعني ضحك الرب عمل أمور عظيمة ملأ أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما عندك وعود من الرب اتشدد مع إبراهيم وقول له بستقبل كل وعد صالح من إيديك وبعد سنين تخرج سارة تشوف إسماعيل يمزح بإسحاق جت كده وقالت له أطرد في تكوين 21 أطرد الجارية مع ابنها قبح الأمر في عيني إبراهيم جه الرب وقال له اسمع لكلام ساره نفسي اقول لكل بيت مننا درس من الدروس، اسمع مرات لكلام زوجتك، اوعى تقول انا كلمتي ما تنزلش الارض، انا الراجل وكلمتي اللي تمشي، لا اتعلم من ابراهيم لما ربنا قال له اسمع سمع، اطرد يطرد. تكوين 22 يقول لك وبعد هذه الامور امتحن الرب ابراهيم وقال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق وقدمه لي محرقه على احد الجبال التي اقول لك. امتحان كان يتكون من سؤال واحد اجباري ومدة الاجابه ثلاثة ايام ولجنة الامتحان على ارض المريه يقول فبكر ابراهيم صباحا واخده رايح فين يا ابراهيم؟ رايح اقدمه اتعلم من بيت ابراهيم واتعلم من ايمان ابراهيم انه ما يغلاش عليه الغالي صحيح الموضوع ده صعب جدا وعلى فكره ما تخافش مش هيمتحنك بالامتحان ده الا لما مستوى ايمانك يوصل لمستوى ايمان ابراهيم خدوا ابراهيم واسحاق يسالوا سؤال خطير وهم رايحين و و و وماشيين في السكه كده في تكوين 22 8 7 و8 وتسعة 9 يقول كده يا بابا يقول نعم يا حبيبي يقول انا رحت معاك مرات كتير تقدم ذبيحه يا بابا احنا كنا بناخد خروف وناخد حطب وناخد نار وناخد سكين يا رب يا بابا احنا معانا الحطب ومعانا النار ومعانا السكين اين الخروف للمحرقه ايه رايكم في السؤال ده يعمل ايه في ابراهيم يقول الله يرى كنت بحب الآية دي وحافظ فيها كلمة مش الله يرى لنا الخروف للمحرقة لكن الله يرى له احنا عنينا على لنا ولا على له الله يرى له الخروف للمحرقة ما تخافش ربنا عنده تسديد للاحتياج ربنا عنده الخروف للمحرقة يا حبيبي ما تخافش ربنا عارف بالتجربة والامتحان وهيدينا المعونة والمنفس في الامتحان ده اتعلم من ابراهيم واتعلم من اسحاق ازاي نطيعه ازاي يتحط الغالي على المذبح ازاي الامور اللي ربنا بيشاور عليها نقوله ما يغلاش عليك الغالي احنا هنديك مكانتك اتعلم من بيت ابراهيم كيف اكرم الرب كيف اكرم الرب واعطي الرب ما تملك يدي ان طلب الرب حتى لو اسحاق يتحط على المذبح ابراهيم يعلمنا امور كتير يعلمنا انه لما افترق عنه لوط وصبي ما قالش يستاهل ما هو سابني وراح وسابني بخناقه واختار لنفسه اكيد بيحصد نتيجه اللي زرعه ابراهيم يعرض نفسه للخطر يقول ده حبيبي ما اقدرش اسيبه وما يسيبوش الا لما يتحرر ويرجع له كل اللي ليه انا نفسي اقول لك النهارده ابراهيم وبيته مليان بالدروس صعب جدا نتكلم عن ابراهيم في حلقه صغيره لكن نفسي نخش بيت ابراهيم ونقول له يا رب علمنا من رجل الايمان ابراهيم علمنا ازاي نقدم ليك الغالي وعلمنا ازاي نطيعك وعلمنا ازاي نحبك علمنا ازاي يا رب يكون ابراهيم محبته الكبيره لساره ومحبته الكبيره لاسحاق ومحبته الكبيره يا رب لشخصك تخليه يتقال عنه انه ابو الايمان. ابراهيم قال كده انا ماض عقيم الرب قال له لا توقعك السلبي مش هيتم انت ستكون ابا لجمهور كثير. أرفض كل توقع سلبي واستلم مواعيد الله وهي تتحقق في وعدها يحقق الرب كل وعد صادق لحياتكم هو اللي قال كده انه انه لا انقض عهدي ولا اغير ما قد خرج من شفتي يديك الرب اللي على قلبه ويديكي كل وعد صالح نتعلم من بيت ابراهيم ازاي نثق في الرب وفي مواعيده والرب معاكم لحلقه جديده وعش في الصخر الى اللقاء